السلام عليكم أعزائي التلاميذ في فيديو جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدمه غادي نشتغلوا على المحور الأخير أو المحور الثالث من مفهوم الحرية الذي يدخل ضمن مجزوءة الأخلاق باعتبارها آخر مجزوءة في المقرر الدراسي. بالنسبة لهذا المحور الأخير اللي كيدخل ضمن المفهوم ديال الحريه اللي غنشتغل ان شاء الله غادي نشتغل عليه ان شاء الله في هذه الحصه هو الحريه والقانون. بالنسبه لهذا المفهوم ديال الحريه يعني شان المفاهيم الاخرى كيتفرع ثلاثه ديال المحاور الاساسيه. بالنسبه لاول محور اللي تعرفنا عليه اللي كان عن الحريه والحتميه، وتعرفنا كذلك في المحور الثاني عن الحريه والاراده، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدموا على الحريه والقانون. اذا قبل ما نبداو اننا نطرقوا واحد ثلاثه ديال المواقع الفلسفيه وطروحات اللي اشتغلوا على هذه المساله ديال الحريه والقانون، لابد اولا ان نشير الى الاشكال العام والاشكال المحوري لهذا المحور الذي يقول: هل الالتزام بالقانون والخضوع له ينفي الحريه ام انه يحميها ويقننها؟ غادي نشوفوا واش اننا ملي نلتزم بالقانون واننا نديروا داك الشيء اللي داير لنا القانون، واش ان هذا الامر غادي ينفي لنا الحريه ديالنا ولا انه غادي يحميها وغادي يقننها؟ اذا غادي نشوف واحد المجموعه من الاطروحات الفلسفيه اللي غادي يجاوبوا على هذا الاشكال الفلسفي. اذا غادي نبداو باول موقف فلسفي عفوا الذي يعود الى الفيلسوف هوبس. بالنسبه للفيلسوف هوبس في الموقف ديالو ميز لنا بين جوج ديال الحريات، ميز لنا بين الحريه المطلقه وبين الحريه المنظمه بالتشريعات. مزيان، اذا عندنا في الاول هنا الحريه المطلقه وعندنا الحريه المنظمه بالتشريعات. مزيان، بالنسبه للحريه المطلقه الاولى، اولا بالنسبه هنا هوبس هو اللي كيقول المساله ديال ماذا الانسان ذئب لاخيه الانسان، وكذلك حتى في المساله ملي كنقولوا ان ملي كنهضروا على حال الطبيعه ملي كنقولوا ان هي حاله حرب الكل ضد الكل، او ما يعرف كذلك بقانون الغاب، بمعنى ان القوي ياكل الضعف. الانسان اللي كيكون قوي يعني كانه كيحقر كما كنقولوا انه كيستغل ذاك الضعيف وكيجرو عنده وكيفرض عليه واحد السيطره وواحد الهيمنه. مزيان، هنا الحرية المطلقة التي يتمتع بها الإنسان ماذا؟ خارج المجتمع المدني. إذن هنا كنهضرو في المسألة ديال قانون الغاب، يعني ما يقع في الغابة. مزيان، بحيث يغيب ماذا؟ يغيب القانون. ما كاينش بتاتا واحد التطبيق ديال القانون وأنني نلتزم داك الشيء اللي قال لي القانون، ما كاينش بتاتا. أشنو كيسبب؟ كنلقاو الفوضى اللصوصية والاعتداء على ماذا؟ على حياة الناس وعلى الممتلكات ديالهم. مزيان، هذه هي الأولى باينة كتسمى قانون الغاب. من بعد غادي نمشيو لثاني حرية اللي هضر عليها هوبس اللي هي الحرية المنظمة بالتشريعات. إذا هذا الحرية المنظمة بالتشريعات فين كنلقاوها؟ بطبيعة الحال غادي نلقاوها فين؟ في المجتمع المدني. مزيان، هذه الحرية كتضمن ماذا؟ كتضمن الحق لكل فرد داخل المجتمع، وانها كتضمن ليه واحد الحياه اللي كتكون حياه سعيده وهادئه، وانها كتحفظ ليه الحقوق ديالو. مزيان، هنا كيقول لنا في الاخير في اخر الموقف كيقول لنا هوبس ماذا؟ كيقول لنا واحد الفكره يعني جد مهمه، كيقول لنا بان الحريه الحقيقيه لا تتعارض مع القانون. مزيان، كيقول لنا بان يعني الحريه اللي فعلا هي حقيقيه وانها كتضمن واحد المجموعه من حقوق الافراد وكتضمن لهم واحد الحياه سعيده وكريمه، ما يمكنش انها تعارض بتاتا مع القانون. علاش؟ حيت ذاك القانون هو اللي كيحمي لنا ديك الحريه وكيجعل منها واحد الحق اللي كيتمتع به جميع افراد المجتمع. مزيان، اذا هنا هوبس كاين فينا هذه الحريه الاولى اللي هي حريه مطلقه. علاش؟ حيتاش يعني كتكون فيها سائده الفوضى واللصوصيه والاعتداء على الغير وعلى الممتلكات ديالهم، في حين ان ملي كنمشيو للحريه اللي
منظمة بالتشريعات أن هذه الحرية كتضمن الحقوق ديال الأفراد وأنها كتضمن لهم الحياة السعيدة وكريمة داخل المجتمع. وبطبيعة الحال هذا النوع من الحريات هو يعني ما يمكنش أنها القوى كتعرض على القانون، وإنما القانون كيحميها وكيجعل منها واحد الحق اللي هو عام اللي كيتمتع به جميع أفراد المجتمع. غادي نمشيو لثاني موقف الذي يعود الى الفيلسوف جون جاك روسو. بالنسبه للموقف ديال جون جاك روسو شنو كيقول لنا؟ كيذهب لواحد المساله اللي هي ماذا، انه يقر بانه لا وجود قطعا لحريه دون قوانين. هكذا كيقول لنا بانه ما يمكنش ان نلقى واحد الحريه غير هكذا بدون قوانين. اذا ان دائما ملي كتكون عندنا نوع الحريه ضروري انه كيكون واحد القوانين اللي كيضمنوا لنا هذه الحريه، مزيان ضامن لها. فالقوانين المدنية المتعاقدة عليها هي التي تضمن حق الحرية وتحمي لسائر أفراد المجتمع، يعني فكرة واضحة. وبالتالي يكون الفرد حرا إذا كان خاضعا وملتزما للقانون، مزيان. كيقول لنا واحد المسألة جد مهمة، كيقول لنا بأن ما يمكنش القوانين يكونوا في معزل على الحرية. إذا دائما ملي كتكون الحرية كيكون القانون، حيت القانون هو اللي كيضمن لنا هذه الحرية. وكيقول لنا واحد المسألة هنا، الفرد ملي كيكون يعني كيمتثل القوانين ملي كيمتثل القوانين وخاضع لها، انه كيكون كيتميز وانه كتكون عنده واحد الحريه، كيولي يعني انسان حر او فرد حر او مواطن حر، مزيان. علاش؟ حيت انه يعني كان خاضع والتزم بالقانون السائد، مزيان. اعطانا المساله الثانيه، كيقول لنا باللي الفرد ملي ما كيكونش خاضع للقانون، ملي ما كيديرش يعني داكشي اللي قال لنا القانون، ملي ما كيمتثلش القانون شنو كيوقع؟ قد توقع واحد المساله اللي هي ماذا، ان ذاك الفرد يصير ماذا، يصير تابعا لفرد اخر اقوى منه. غادي نمشيو للمساله اللي قلنا اللي كتكون في قانون الغاب، ان القوي ياكل الضعيف، ان ذاك القوي مثلا كيجيب داك الضعيف عنده، يعني كيفرض عليه واحد حيتاش هو اللي قوي، هو اللي عنده واحد الافضليه، وهو اللي متحكم، عنده واحد السيطره واحد الهائمه، غادي يفرضها على داك الانسان القوي، مزيان. انه تابع لفرد اخر اقوى منه، يعني داك الفرد بطبيعه الحال ملي غادي يمارس عليه واحد السلطه واحد الهيمنه، بطبيعه الحال غادي يسلبه من الحريه ديالو بفعل افضليته وقوته. اذا الموقف ديال جوك روسو يعني موقف جد بسيط ومفهوم جدا. في الاول يعني كيقول لنا بان كاين الحريه وكاين واحد مجموعه من القوانين اللي كتضمن لنا هذه الحريه. هضرنا في واحد المساله، الانسان امتى كيكون حر؟ كيكون حر ملي انه كيمتثل القوانين، يعني وكيدير داكشي اللي قال ليه القانون، في حين انه اللي ما كيلتزمش بالقانون انه كيخرج على القانون، انه كيكون واحد الشخص اخر اللي عنده واحد الافضليه عليه ولا عنده واحد القوه عليه، وهو اللي يعني كيجرو عنده وكيتحكم فيه وكيسلبو الحريه ديالو، يعني ما كيبقاش حر، مزيان. غادي نمشيو لاخر موقف في هذا المحور الذي يعود الى الفيلسوفة الالمانية هانا ارنت. بالنسبة هانا في هذا الموقف ديالها ماذا؟ كتشوف بان القضية ديال الحرية هي ماشي واحد القضية اللي يمكن اننا نعتبرها قضية ميتافيزيقية باطنية، مزيان، وانما كتقول لنا بان الحرية هي ماذا؟ هي واحد الفعل، واحد الفعل، فعل واحد الممارسة واقعية. وهذه الممارسة وهذا الفعل ماذا؟ كتربطوا لنا بواحد العمل اللي هو العمل السياسي. وكتقول لنا بأن المجال الحقيقي لأننا يمكن أن نطبقوا فيه الحرية ولنا يعني نسعوا فيه الحرية هو مجال السياسة والحياة العامة. كما أنه ليس بالإمكان الخوض في قضية سياسية ما دون أن نجد لها علاقة بالحرية الإنسانية. بالنسبة في الموقف ديال حنا أرنت في الأول شنو كتقول لنا؟ بأنها كتشوف بأن الحرية ما يمكنش أننا نعتبرها واحد القضية اللي هي ميتافيزيقية وباطنية، مزيان، وإنما اعتبرت الحرية بأنها واحد الفعل وواحد الممارسة واقعية. وربطت لنا وقالت لنا بأن المجال اللي خصنا أننا نطبقوا فيه الحرية هو المجال السياسي. إذا نصل إلى يعني نهاية هذا الفيديو. في الأخير غادي نعطي واحد الخلاصة عامة لهذه المجزوءة، بحيث كيتعتبر هذا المحور هو آخر محور في هذه المجزوءة. إذا يعني بهذا نكون أننا سالينا
هذه المجزوءه ديال الاخلاق اللي كانت كتضم واحد ثلاثه ديال المفاهيم الاساسيه اللي هو مفهوم الواجب، مفهوم السعاده، مفهوم الحريه، اللي تطرقنا لكل مفهوم على حده، وتطرقنا بطبيعه الحال للثلاثه ديال المحاور اللي كيتفرع من كل محور. بالنسبه في الاول هضرنا على اول مفهوم الذي هو مفهوم الواجب. بالنسبه لهذا المفهوم الواجب كما قلنا ان يعني اي يعني تلميذ الى بغى باش يضبط اي مجزوءه كيف ما كانت باش انه يستعد للامتحان الوطني ان شاء الله او الامتحان ديال المراقبه المستمره، انه يحط كل مجزوءه على شكل خطاطه. انني نكتب مجزوءه الاخلاق، هذه المجزوءه كندير واحد ثلاثه ديال الفروع: مفهوم الواجب، مفهوم السعاده، مفهوم الحريه. غادي نجي للمفهوم ديال الواجب. هذا المفهوم ديال الواجب كيتفرع على ثلاثه ديال الفروع. هذا المحور الاول اللي هو الواجب والاكراه، هذا المحور غندير الاشكال ديالو وغندير الفلاسفه المؤيدين والفلاسفه المعارضين. غادي من بعد غنمشي للمحور الثاني الذي هو الوعي الاخلاقي، غادي ندير الوعي الاخلاقي، غندير الاشكال المحوري ديالو وغندير المواقف المؤيده والمواقف المعارضه. من بعد غادي نمشي لثالث محور الذي هو الواجب والمجتمع، يعني نفس الحاجه، الاشكال، المواقف المؤيده والمواقف المعارضه. يعني بهذه الطريقه غادي نكون ضبط هذا المفهوم، وغادي نعقل على الاشكال ديالو، وغادي نعقل على المواقف المؤيده والمعارضه مزيان. ملي كنسالي من المفهوم ديال الواجب غادي نجي للمفهوم ديال السعاده، كندير نفس الحاجه، انني مفهوم السعاده كيتفرع على ثلاثه ديال المحاور الاساسيه. عندنا المحور الاول اللي هو تمثلات السعاده، المحور الثاني اللي هو البحث عن السعاده، والمحور الاخير الذي هو السعاده والواجب. كل محور ندير ليه الاشكال العام ديالو وندير المواقف المؤيده والمواقف المعارضه. كنسالي مع السعاده، كنجي لاخر مفهوم اللي هو المفهوم ديال الحريه. هذا المفهوم ديال الحريه كينقسم، كيتفرع على ثلاثة المحاور. كاين المحور الأول اللي هو الحرية والحتمية، المحور الثاني الحرية والإرادة، وآخر محور هو الحرية والقانون. كل محور ندير ليه الإشكال ديالو وندير المواقف المؤيدة والمعارضة. بهذا الشكل ملي كل مجزوءة يعني بحال أي مجزوءة كنديرها واحد صغير، يعني أي مجزوءة يعني كيكون واحد المواقف يعني كثيرة بزاف، أنني كنختصر ذاك الشيء كنديرو بالأسلوب ديالي باش أنني نعقل عليه. بمعنى أنني ملي كناخذ شي موقف فلسفي وكنحولو بالصياغه ديالي وكنعطي امثله من الواقع، انا ذاك كنعقل على ذلك الموقف. اذا يعني كنتمنى ان شاء الله انكم يعني استفدتوا يعني في هذا الفيديو، يعني وخذيتوا افكار يعني بشكل عام يعني في جميع المجزوءات اللي تطرقنا لهم. وكنتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، وكنشكركم على الانتباه ديالكم، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله اللي غادي نطرق فيه ان شاء الله المجزوءات. اذا يعني ديجا اننا خدمنا على المجزوء على المنهجيه ديال السؤال الفلسفي، بقى لنا المنهجيه ديال النص الفلسفي وديال القوله الفلسفيه ان شاء الله اللي غاديرهم في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. وكنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.